السفهاء من الناس سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسقا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهداء شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه